السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بيكم في اولى محاضرات المراجعه وحلقه سرد امتحانات سابقه على ماده كمبيوتر اورجانيزيشن. احنا في المحاضره بتاعتنا النهارده هنشتغل شويه تمارين واسئله جت في امتحانات سنين سابقه قبل كده. عايز من حضرتك تتعلم ازاي تقرا السؤال. الاسئله بتاعت المحاضره دي كلها معظمها اسئله نظريه، يعني بتعتمد ان انت فاهم ولا حافظ، فتعالوا نمشي مع بعض. هو الموضوع سهل جدا بس محتاج منك شوية تركيز. تعالوا نبدأ مع بعض. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ Computer architecture refers to those attributes of a system visible to a programmer. احنا واحنا بنشرح في المحاضرة لو تفتكر قلنا يعني ايه Computer architecture؟ قلنا هي السمات اللي شايفها البروجرامر، او بمعنى اصح هي السمات اللي ليها تأثير على تنفيذ البروجرام بتاعك. طيب يعني الجمله دي جمله صح ولا غلط؟ طبعا الجمله دي جمله ترو، جمله صحيحه. ليه؟ لان هو قال لك ان ايه الكمبيوتر اركتكشر هي بتشير الى السمات اللي هي الاتريبيوتس بتاعت مين؟ السيستم، اللي مرئيه للبروجرامر، يعني ليها تاثير على مين؟ على الاكسكيوشن او تنفيذ البروجرام بتاعك. يبقى الجمله دي جمله ترو. جميل. تعالى نفتكر من المحاضره كده كمبيوتر اركتكشر انكلود ايه؟ السمات بتاعتك دي اللي هي ليها علاقه بالاركتكشر زي ايه؟ زي الانستراكشن سيت. ايه اللي هو الانستراكشن سيت؟ اللي هي الاوامر بتاعتك. زي ايه كمان؟ زي الداتا ريبريزنتيشن، يعني انت عندك سواء كان نمبر او كاركتر، رقم، حرف، اي حاجه بمثله في كام بت. والداتا بتاعتك دي نوعها ايه؟ يبقى نمبر اوف بيتس والداتا تايب، يبقى ده كده ايه؟ برضو من ضمن الاركتكشر. جميل. الاي او ميكانيزمز، يعني ايه الاي او ميكانيزمز؟ يعني انا بتعامل دلوقتي مع بريفرالز، وحدات طرفيه بره الكمبيوتر، سواء انبوت يونت او اوتبوت يونتس. طب انا بتواصل مع الناس دي ازاي؟ الميكانيزم بتاعي الاي او موديول شكله عامل ازاي؟ تمام. طيب ايه كمان؟ التكنيكس، الطرق بتاعتك اللي بتعمل بيها ادريسنج لمين؟ للميموري. يبقى كل اي حاجه من الاربعه دول تعتبر ليها علاقه بمين؟ بالاتريبيوتس بتاعت الاركتكشر. اي حاجه من دول تعتبر ايه؟ اركتكشر. انستراكشن سيت، الاوامر بتاعتك، الداتا ريبريزنتيشن وداتا تايب شكلهم عامل ازاي، الاي او ميكانيزمز، والتكنيكس اللي انت بتعملها عشان تعمل ادريسنج لمين؟ للميموري. جميل. تعال نخش على السؤال الثاني. بيقول لك كمبيوتر اورجانيزيشن، ماشي، ريفيرز بيشير لايه؟ بيقول لك the operational units and their interconnections that realize the architectural specifications. هل الجمله دي جمله صح ولا غلط؟ جمله صح طبعا. ليه؟ الكمبيوتر اورجانيزيشن اللي هو التنظيم بتاع الكمبيوتر بتاعك هو بيريفير لايه؟ بيريفير او بيشير للوحدات بتاعت التشغيل اللي جوه الكمبيوتر، وازاي الوحدات دي متوصله مع بعضها. وده اللي احنا اتكلمنا عليه، او ده اللي موجود في مين؟ في الجمله اللي قدامك. تبقى الجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. طب تعالوا نفتكر برضه نفس الكلام. كمبيوتر اورجانيزيشن، الاورجانيزيشنال اتريبيوتس او السمات اللي ليها علاقه بالتنظيم بتشمل ايه؟ اول حاجه هي الكمبيوتر اورجانيزيشنال اتريبيوتس هي ليها علاقه بالديتيلز او التفاصيل بتاعت الهاردوير اللي مين؟ اللي البروجرامر شايفها. لا، واحده واحده كده. اللي فاتت ايه؟ السمات اللي لها تاثير على الايه؟ على سير البرنامج او تنفيذ البرنامج. طب الاورجنايزيشنال، الهاردوير بقى. هناك انا كنت بتكلم على الحاجات اللي ليها علاقه تاثير على تنفيذ سير البرنامج. طب هنا ده الهاردوير اللي البروجرامر ممكن يبقى شايفه، التركيب الداخلي بتاع الكمبيوتر نفسه عامل ازاي. فيبقى انت عندك الكنترول سيجنالز دي كده اورجنايزيشن. الانترفيسز between computer and peripherals، الكمبيوتر بتاعك ده بيتعامل مع وحدات طرفيه اللي هي peripherals، input او output. طب التواصل بتاعهم، يعني ايه التواصل؟ يعني الانترفيس نفسه انا مركب الحاجات دي ازاي؟ الانترفيس ما بين الكمبيوتر بتاعك وما بين الوحده الطرفيه. حاجه كمان، الميموري بتاعت الميموري بتاعتك اللي انت مستخدم التكنولوجيا بتاعتها ايه؟ يعني اتفقنا واحنا بنشرح المحاضره قلنا كل شركه بيبقى منزله تكنولوجيا مختلفه، تمام، فده اسمه ايه؟ اورجانيزيشن.
جميل، اي حاجه من دول كده تعتبر ايه؟ اورجانيزيشنال اتريبيوتس، سمات ليها علاقه بالتنظيم او بالاورجانيزيشن. كلام جميل. خش بقى على السؤال الثالث، بيقول لك ايه؟ اي او ميكانيزمز ار اورجانيزيشنال اتريبيوتس، هي سمه من السمات بتاعت الاورجانيزيشن. طبعا لا، ليه؟ مش احنا قلنا الاي او ميكانيزمز دي ليها علاقه بالاركتكتشر؟ يبقى الجمله دي كده ايه؟ جمله غلط. هو المفروض هنا ده اللي هو ايه؟ اركتكتشرال اتريبيوتس، سمه ليها علاقه بالاركتكتشر. يبقى الجمله دي جمله ايه؟ جمله فولس. جميل. طيب تكنيكس اوف ادريسنج ميموري، تكنيكس اوف ادريسنج ميموري ار اركتكتشرال اتريبيوتس. احنا قلنا الميموري التكنيكس بتاعتك ليها علاقه بالاركتكتشرز. جميل. نعم بيها ادريسنج، ولكن الايه؟ الميموري نفسها، التكنولوجيا اللي متصنعه بيها الميموري، ده يعتبر ايه؟ يعتبر اورجانيزيشن. يبقى دي كده لما يجي يقول لي التكنيكس بتاعت ادريسنج ميموري دي اركتكتشر، دي اركتكتشر. الجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. طيب انستراكشن سيت ار اورجانيزيشنال اتريبيوتس، هل الانستراكشن سيت دي الاوامر بتاعتك اركتكتشرال ولا اورجانيزيشنال؟ لا، هي اركتكتشرال. يبقى الجمله دي جمله ايه؟ جمله فولس. جميل. لو انت شايف دلوقتي احنا لخصنا القصه كلها في التو سلايدز الاولانيين، كل دي اسئله عليها، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك كويس. بيقول لك ذا نمبر اوف بيتس، عدد البيتس بتاعتك اللي بتستخدمها عشان تبريزنت داتا متنوعه. تمام. تعتبر اركتكتشرال اتريبيوتس. طبعا داتا ريبريزنتيشن على طول دي اركتكتشر. يبقى دي كده ايه؟ ده ترو. طيب السؤال السابع بيقول لك الكنترول سيجنالز، كنترول سيجنالز افتكر كده دي كانت اركتكتشرال ولا اورجانيزيشنال؟ لا، دي كانت اورجانيزيشنال. دي ليها علاقه بمين؟ بالاورجانيزيشنال اتريبيوتس. يبقى انت عندك دي اركتكتشرال خالص. يبقى الجمله دي جمله ايه؟ فولس. طيب السؤال الثامن بيقول لك انترفيسز، اول ما اقول لك انترفيسز يعني حاجه في النص ما بين الكمبيوتر وما بين الريفرالز بتاعتك الخارجيه. تمام. يعني انا كده بتكلم على مين؟ بتكلم على التوصيل، التنظيم. يبقى انا في الحاله دي رايح على مين؟ على الاورجانيزيشنال اتريبيوتس. تمام. يبقى الجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. جميل. طيب ذا ميموري تكنولوجي، خلاص دي اورجانيزيشنال على طول، دي اركتكتشرال؟ لا، الجمله دي جمله ايه؟ خاطئه. جميل. بيقول لك ستراكشر، ستراكشر يعني ايه؟ بيقول لك is the way in which the components are interrelated، يعني دي الطريقه اللي الكومبوننتس بتاعت الكمبيوتر الداخليه بتتوصل ببعض. طبعا الجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. طيب الفانكشنال او الفانكشن، بس الفانكشن هي وظيفه كل كومبوننت عندك موجود. طيب هي السؤال اللي بعد منه 11 ده كان بيقول لك كمبيوتر فانكشن is the operation of each individual component as a part of structure. طبعا الجمله دي مكتوب برضه. وظيفه كل كومبوننت عندك عامله ازاي؟ الكمبيوتر فانكشن هي الاوبريشن بتاعت كل individual component، كل كومبوننت على حده الوظيفه بتاعتها ايه؟ الموجوده في الاستراكشر بتاعتها. جميل. طيب السؤال رقم 12، اتفقنا ان احنا عندنا للكمبيوتر بتاعك ده حاجه مسمينها التوب داون ابروتش. تمام. اللي احنا شرحنا فيه الايه؟ التفاصيل كلها، الكمبيوتر بتاعك من جوه شكله عامل ازاي، وقلنا التوب داون ابروتش ده في عندك اربعه فانكشنز او اربع وظائف مهمين للكمبيوتر. لو تفتكرهم مع بعض كده، قلنا ايه؟ اول حاجه التخزين اللي هو داتا ستورج، تاني حاجه المعالجه اللي هو داتا بروسيسنج، تالت حاجه الداتا موفمنت، ان انا اتنقل بداتا من الميموري للبروسيسور او من الميموري للاوتبوت ديفايس او من انبوت ديفايس للميموري او من انبوت ديفايس للبروسيسور او من البروسيسور لاوتبوت ديفايس، كل دي اسمها داتا موفمنت. واخر حاجه كانت مين؟ كانت الكنترول اللي بيعمل مانجمنت للفيلم ده كله. طيب يبقى من هنا بيقول لك ايه؟ فروم ذا توب داون ابروتش one of the following، واحده من دول is considered function، وظيفه للكمبيوتر. data processing دي صح، data storage دي صح، data movement دي صح، control دي صح. يبقى all of them كلهم يعتبروا وظائف
من مين؟ من وظائف الكمبيوتر. بيقول لك السؤال 13 ذا كنترول يونت، الكنترول يونت بتاعتك بتعمل كنترول ذا اوبريشن اوف ذا سي بي يو اند هنس ذا كمبيوتر، بتعمل كنترول للاوبريشن بتاعت السي بي يو اند هنس الكمبيوتر. الجمله دي برضه ايه؟ ده ترو، لسه كنا قايلين الكلام ده من شويه. طيب الارثماتيك اند لوجيك يونت اللي هي اي ال يو بيرفورمز كمبيوترز ادرس بروسيسنج فانكشن. لا طبعا، مين اللي بيحدد موضوع الادريسيز ده؟ الكنترول. تمام، الاي ال يو عامل حسابيه ومنطقيه بس، الجمله دي جمله ايه؟ جمله فولس. جميل، خش على السؤال 15 بقى. بيقول لك ريجسترز، اتفقنا جوه الكمبيوتر جوه الاي ال يو نفسها جوه السي بي يو في عندي وحدات تخزين بتبقى صغيره فور ايه؟ فور بيرمننت ستور، لا مش بيرمننت، فور ستورينج لمده قليله، حاجه كده بالنسبه لك اللي هو ايه؟ بصفه مؤقته لحد اللي هي نون بيرمننت، لحد ايه؟ ما اخلص العمليه الحسابيه او المنطقيه البروسيسور بتاعك بيشتغل. يبقى انت عندك ريجسترز بروفايد ستورج اكسترنال خارج السي بي يو. لا طبعا، الجمله دي جمله ايه؟ جمله فولس. انا بقى اشتغل دايما الايه؟ الستورج بتاعك ده او التخزين بتاعك اللي بيوفروا لي الريجسترز بتاعتك دي يبقى جوه مين؟ جوه السي بي يو. طيب السؤال 16 بيقول لك سي بي يو انتر كونكشنز، التوصيلات الداخليه اللي جوه مين؟ جوه البروسيسور. ار سم ميكانيزمز ذات بروفايدز فور، بتمدني ان انا اعمل تواصل امونج ذا كنترول يونتس اي ال يو اند ريجسترز. تاني، السي بي يو انتر كونكشنز، التوصيلات الداخليه جوه البروسيسور هي مجموعه من الميكانيزمز بتمكنني او بتمدني بالتواصل، بتخليني اقدر اتواصل بروفايد فور كوميونيكيشن امونج كنترول يونت، اتواصل ما بين الكنترول يونت والاي ال يو والريجسترز. طيب واحده واحده كده، ادي عندك البروسيسور بتاعك، البروسيسور بتاعك ايه؟ في اي ال يو، كلام جميل، وفي ايه؟ في كنترول يونت، صح جميل، وفي عندك كمان الريجسترز بتاعتك اللي موجوده في الاي ال يو موجوده كنترول يونت، كلام جميل. كل واحده من دول عشان نتواصل مع بعضها نتواصل بايه؟ نتواصل بانترنال باسز. يبقى الانترنال باسز بتاعك هي مين؟ هي الانتر كونكشنز. يبقى الجمله دي جمله صح ولا غلط؟ جمله ترو، عشان اتواصل من اي ال يو والسي يو لازم يبقى فيه انتر كونكشنز، واتواصل ما بين اي ال يو والريجسترز من جوه انتر كونكشنز اللي هي الانتر ايه؟ الانتر باس او الباسز الانترنال. جميل، ونفس القصه ما بين السي يو والايه؟ والريجسترز الانترنال الداخليه، فلازم يبقى عندي ايه؟ باسز انترنال، يبقى هي اللي بنسميها الايه؟ الانتر كونكشنز. جميل، يبقى الجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. طيب تعالى نخش بقى على السؤال 17، بيقول لك هو ديفولب، مين اللي ايه؟ اللي اخترع او عمل ديفولب للبيزك اركتكتشر، الاركتكتشر الرئيسي اوف كمبيوتر. مديك هنا اسامي باسكال، باباج، جون فون نيومان، هو طبعا البرنس ده فون نيومان. يبقى فون نيومان هو اللي حط اول اركتكتشر للكمبيوتر. جميل، نخش على السؤال 18، بيقول لك which of the following is not considered a peripheral device. واحده واحده عليا كده، peripheral يعني ايه؟ يعني يونت طرفيه، وحده طرفيه. طب البروسيسور اوتوماتيك ده مش peripheral، ده كده ده مين او برايمري يونت. ليه؟ هو الكمبيوتر ينفع يشتغل من غير بروسيسور من غير سي بي يو؟ ده كده بالنسبه لي هو ده من قبل ما اكمل باقي ايه؟ باقي الاختيار. طيب السؤال 19 بيقول لك which of the following computer memory is انهي واحده من دول، يعني دول كده memory elements مين فيهم is the fastest، مين اسرع واحده فيهم؟ register hard disk ولا RAM؟ طبعا register. ليه register؟ اولا لان هو داخل البروسيسور، فالفابريكيشن ماتيريال بتاعته او الماده المصنوع منها من نفس الماده المصنوع منها بروسيسور، وايه؟ ودي بتبقى اسرع ماده ممكنه، يعني دي بالنسبه لك هتبقى هي مين؟ هي ريجستر. وكمان عشان هي موجوده جوه البروسيسور فما فيش
ما بينها وما بين البروسيسور مسافات، فيبقى دي اسرع بروسيسنج او اسرع محرك. يبقى انت بالنسبه لك اللي هنا اجابه السؤال ده التشويس رقم ايه اللي هو مين اللي هو الريجستر. السؤال 20 بقى بيقول لك which of the following memory، انهي واحد من الميموري elements الموجوده دي of the computer is used to speed up. يعني احنا لو تفتكروا في المحاضره، احنا المحاضره الثانيه كان في اولها كده قلنا كان في عندنا شويه طرق ان انا اعمل بيها سبيدنج اب للكمبيوتر بروسيسنج. كان منها الباد لايننج، ان انا اعمل باد لايننج. وقلنا باد لايننج لو تفتكروا قلنا ان انا عندي الانستراكشن الاولاني بعمل له فيتش وبعد كده اكسكيوت، وانا بعمل اكسكيوت الامر الاولاني بروح اجيب امر تاني من الميموري واعمل له، وده بيعمل اكسكيوت اعمل له فيتش، ونفس القصه والامر الثاني ده بيتعمل له اكسكيوت اروح اجيب امر ثالث اللي هو الفيتش، وهكذا، وده بيتعمل له اكسكيوت اروح اجيب امر الرابع وهكذا. فده كان اسمه ايه؟ البايب لايننج. وتاني طريقه قال لك ايه؟ بدل ما انا عندي رام اللي هو المين ميموري والبروسيسور بس، طب انا احط حاجه جنب البروسيسور اسميها الكاش ميموري، وبالتالي يبقى ايه البروسيسور هيبقى شغال دلوقتي في عمليه حسابيه او منطقيه، فالكاش ميموري بشويه الجوريزمز هتتنبأ هو البروسيسور هيحتاج ايه في العمليه اللي جايه او في السايكل اللي جايه، فتجهزه لها، فتجهزه للبروسيسور موجود فيها في الايه؟ في الكاش ميموري. تروح تجيبه بقى من بره من المين ميموري، من سكند ستورج زي الهارد ديسك او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فكانت مين من ضمن الطرق الثانيه اللي هي الكاش ميموري. ثالث حاجه كنا قلنا ان انا اخلي المين ميموري او الرام دي وايدر اكبر، اكبر المين ميموري. رابع حاجه ان انا اكبر الباصز نفسها سواء كانت داتا باص او ادرس باص. ادرس باص يعني انا كنت بكبر ميموري، داتا باص فانا بكبر الوورد نفسها اللي الايه البروسيسور نفسه بيشتغل. تمام جميل. يبقى مين في دول هي اللي هتخلي الكمبيوتر بتاعك يبقى سبيدنج اب في عمليه البروسيسنج؟ هي الكاش ميموري. تمام جميل. خش على السؤال 21 بيقول لك كمبيوتر ادرس باص، كمبيوتر ادرس باص يعني ادرس باص بتاع الكمبيوتر از مالتي دايركشنال، تمام، ولا باي دايركشنال، ولا يوني دايركشنال، ولا واحده فيهم. يعني ايه الكلام ده؟ مالتي دايركشنال يعني بيروح في اكتر من اتجاه. طبعا لا، باي دايركشنال يعني ايه؟ يعني في اتجاهين، يعني بيسمع حاجه كده وبيسمع حاجه كده رايح جاي. طب هو الادرس رايح جاي؟ لا، اللي باي دايركشنال اللي هو مين؟ اللي هو المتوسط. طب ليه باي دايركشنال داتا بس؟ عشان انا بسمح بعمليه ريد او رايت، قرايه او كتابه، فيبقى الداتا بتاعتك رايحه جايه. لكن الادرس بتاعك بس انا بطلع عليه الادرس فقط لا غير، وبالتالي هو يوني دايركشنال يعني في اتجاه واحد بس. يعني جميل. طب خش لي بقى على ايه السؤال 22 بيقول لك which of the following computer bus connects the CPU to the memory on the system board. تاني، which of the following computer bus، انهي نوع من الباصز اللي جايه دي بيوصل السي بي يو البروسيسور بتاعك تو ذا ميموري؟ بمين؟ بالميموري. مين الميموري بتاعتك؟ اللي هي مين ميموري اون ذا سيستم بورد. سيستم بورد ده اللي هو مين؟ اللي هو المذر بورد بتاعتك. كلام جميل. هل هو اكسبانشن باص؟ ما عنديش حاجه كده. هل ويتس باص؟ ما عنديش حاجه كده. هل هو سيستم باص؟ اهو. كلام جميل. طيب 23 which of the following memory unit، انهي واحده من دول من الوحدات الميموري دي او الذاكره دي communicates بتوصل دايركتلي with the CPU؟ هل auxiliary memory ولا المين ميموري ولا secondary memory؟ هي المين ميموري طبعا. تمام جميل. طيب which of the following is a group of bits، مجموعه من البيتس that tells بتقول to the computer to perform a particular operation، بتقول للكمبيوتر اعمل حاجه معينه، اعمل عمليه معينه. هل اكيوميليتر؟ لا، الاكيوميليتر ده ريجستر بحط فيه داتا. هل هو ريجستر؟ هو ريجستر؟ لا، هو مش ريجستر. هو اللي بيقول للكمبيوتر اعمل حاجه الفلانيه هو ايه؟ هو انستراكشن، صح؟ امر. طب الانستراكشن ده بالنسبه لي لما جينا نشتغل كنا بنقول عباره عن ايه؟
عبارة عن هوب كود وادرس. يبقى انا عندي مجموعة البيتس دي هي اللي بتقول للكمبيوتر اعمل ايه. فيبقى انت عندك في الحالة دي مجموعة البيتس دي تمثل لك ايه؟ تمثل لك انستراكشن. يبقى انت عندك انستراكشن كود هو ده الايه؟ هو ده الاجابة بتاعتك. طيب سؤال 25 بيقول لك where is the decoded instruction stored؟ انت رحت عملت فيتش. فيتش لمين؟ للانستراكشن. هحطه فين؟ هحطه في الاي ار طبعا. وانا مغمض. كلام جميل. طيب the program counter is also called. البروجرام كاونتر بتاعك ده انا بسميه ايه؟ البروجرام كاونتر ده انا بحط فيه ايه؟ بحط فيه الادرس بتاع النكست سايكل، الادرس بتاع الامر اللي هروح انفذه السايكل الجاي. فالبروجرام كاونتر ده بالنسبه لك بيعمل ايه؟ بيشاور، بص الكلمه بيشاور على المكان اللي ايه؟ الامر ده هيروح ينفذه. صح كده؟ تمام. يبقى انا هنا في الحاله دي البروجرام كاونتر اقدر اسميه ايه؟ انستراكشن بوينتر. جميل. داتا كاونتر لا، ميموري كاونتر لا، مانوفزر بار لا، هو مين؟ انستراكشن كود. جميل. ان ان بت مايكرو بروسيسور. بص مايكرو بروسيسور ان بت، ان بت دي يبقى انا بتكلم على مين؟ على ان بت وورد. الوورد بتاعتك ان بت، ان بت ALU. ازاي؟ البروسيسور بتاعك ده شغال ايه؟ شغال عمليات حسابيه ومنطقيه، يبقى جواه ريجسترز. ماشي. الريجسترز دي البيتس بتاعها ان بيتس. ايه؟ انا هعمل عمليه حسابيه على مين؟ على وورد ان بيت. يبقى الان بت بتاعتك دي لو انا قلت لك مثلا 8 بت مايكرو بروسيسور تاني، يبقى 8 بت مايكرو بروسيسور يبقى الورد اللي بتعمل بيها ايه؟ 8 بت. يبقى الاي ال يو بتاعتك اللي جوه 8 بت، يبقى الريجسترز الداخليه اللي انا هستخدمها في العمليه الحسابيه او المنطقيه 8 بت. كلام جميل. حته زياده كمان، الباص اللي هيبقى متوصل بالبروسيسور كام لاين؟ يبقى 8 لاينز، اللي هو 8 ايه؟ 8 بت. ده هو مين؟ الداتا بس. كلام جميل. تعالى بقى ايه؟ نكمل السؤال. بيقول لك ان ان بت مايكرو بروسيسور هاز ان بت انستراكشن ريجستر، ان بت ادرس ريجستر، ان بت بروجرام كاونتر. بص بقى يا محترم، انا هنا في الاي ال يو او في البروسيسور من جوه بشتغل داتا، عمليه حسابيه او منطقيه صح؟ بشتغل داتا يبقى مش بشتغل ادرس، بشتغل داتا. يبقى بروجرام كاونتر ماشي، ده ليه علاقه بمين؟ ده ليه علاقه بالادرس. يبقى ده مش معايا. ان بت ادرس ريجستر مش معايا. ان بت انستراكشن ريجستر هو ده الصح. يقول لك ان بت انستراكشن ريجستر او ان بت داتا ريجستر. يبقى الريجسترز بتاعتك اللي جوه الاي ام يو تمام يا ايه؟ ان بت. جميل. خش لي على السؤال 28. What does a computer bus line consists of؟ الباص لاين بتاعك مكون من ايه؟ مجموعة من البيت. مجموعة البيت. طب البيت دي عبارة عن ايه؟ أسلاك صح؟ متوازية مع جنب بعضها، يبقى ست اوف بارلل لاينز صح؟ accumulators لا، accumulator ده هو واحد، بيبقى واحد بس وموجود جوه ال ALU. ريجسترز برضه لا، بتبقى موجودة جوه ال ALU. لكن الكمبيوتر بس هو مجموعه من ايه؟ من الاسلاك المتوازيه اللي احنا بنسميها ايه؟ البارلل لاينز، او مجموعه من مين؟ مجموعه من البيت. الجمله الصح بتاعك او الاختيار الصح اللي هو اختيار رقم ايه؟ رقم ايه؟ طيب سؤال 29 بيقول لك which of the following computer register، انهي واحد من الكمبيوتر ريجسترز اللي جايين collects، بيجمع the result الناتج of a of computation، ناتج عملية حسابية. مين؟ وأنا مغمض هو الأكيوميليتور. خلاص هو مفيش عندي غير هو الريجستر واحد، هو الأكيوميليتور هو اللي بيجمع لي ناتج كل العمليات بتاعتي سواء حسابية أو منطقية. آخر سؤال معانا بقى اللي هو سؤال 30 بيقول لك which of the following is the function، وظيفة بتاعة الكنترول يونت
في السي بي يو. هل هي بتخزن بروجرامز بروجرام انستراكشن؟ هل هي بتخزن امر ليه علاقه بالبرنامج؟ لا انا ما بخزنش، انا عندي بص الكلمه ايه؟ ستور بروجرام انستراكشن. هل انا بخزن كنترول يونت بتخزن؟ لا كنترول يونت بتمانج العمليه لكن مش هي اللي بتخزن. طيب الديكودز ذا بروجرام انستراكشن، هل هي بتفسر البروجرام انستراكشن؟ دي صح. ات بيرفورمز لوجيك اوبريشنز، هل هي بتعمل عمليات منطقيه؟ لا بتعمل ده الاليو. نون اوف ذا اباف، لا يبقى انت عندك الاختيار الصح ان الكنترول يونت بتعمل ايه؟ بالديكود بتفسر البروجرام ايه؟ البروجرام انستراكشن. ولحد كده يا شباب احنا خلصنا محاضرتنا النهارده، دي كانت مجموعه من الاسئله اللي جت في امتحانات قبل كده، امتحانات سابقه على المحاضرة الأولانية. لحد كده أنا قلت لك تقريبا أنا بفكر إزاي. ارجع بقى للمحاضرة بتاعتك وارجع لفيديو المحاضرة والبي دي إف المحاضرة واقرأ المحاضرة بتاعتك كلها وذاكرها كويس، وبنفس طريقة التفكير اللي أنا اشتغلتها في الفيديو ده وحليت لك بيها الأسئلة دي هتطلع أسئلة كتير ممكن تطلع من مين؟ من البي دي إف بتاع المحاضرة. بالتوفيق إن شاء الله يا شباب، أشوفكم على خير، والسلام عليكم.